عندنا وهو 4 ملايين مريض، عندنا 4 ملايين مريض بفيروس الكبد بي في مصر. فيروس بي مش كل الناس بتخاف منه، ولكن فيروس بي شويه خطير فلازم نهتم بيه، لانه مرض مزمن بيفضل موجود طول العمر. اما بالنسبه للاولاد اللي بي عندهم اب وام بفيروس بي، الام ساعه الولاده بيتم تطعيم البيبي فما فيش مشكله، ولو طعمنا افراد الاسره ما بيبقاش في اي مشكله. خلينا نشوف بس تفاصيل الخبر ونطمن على ال4 ملايين اللي موجودين عندنا. 4 مليون. تخصص الجمعيه الاوروبيه للكبد مؤتمرا لمناقشه فيروس بي، وذلك يوم 25 من الشهر الجاري في أثينا، نظرا أنه لم يتم التوصل للعلاج، وحتى الآن بيبقى يكون في نسبة كبيرة جدا في مصر. معنى كده أننا محتاجين نركز أكتر في الفترة اللي جاية على هذا الفيروس، لأنه في ناس مش مهتمية بيه زي ما قلنا في البداية، لأنه فيروس سي هو اللي محتل الساحة في أغلب الدول وتحديدا في مصر، وإحنا عندنا تاب 4 أو النوع الرابع، ده لوحده ملوش علاقة بالأنواع اللي موجودة حتى بره مصر. عشان كده احنا لينا الفاكسينات والعلاجات الخاصة بمصر تحديدا. الخبر الأخير بقى خلاص، آخر خبر معانا، تؤكد النقابة العامة للفلاحين أنه ما نشر في بعض وسائل الإعلام ده طبعا غير صحيح. ده بنتكلم عن إيه بالظبط؟ عن تجاهل الحكومة للعيد السنوي للفلاح. الخبر ده بتؤكد نقابة العامة للفلاحين أنه ليس له أساس من الصحة، ولم يصدر عن النقابة للفلاحين، وأنه من صرح به يعبر عن رأيه الشخصي وليس للنقابة أي علاقة به. وتضيف النقابة العامة للفلاحين أن جميع التصريحات التي تخصها هي التي تصدر عن طريق المكتب الإعلامي، أو التصريحات التي تصدر طبعا عن لسان نقيب الفلاحين وهو الحاج محمود الجحش. خلينا نشوف تعليقا على الحاج أسامة الجحش. خلينا نشوف أستاذ أحمد عبد الرحيم مستشار النقابة العامة للفلاحين. أستاذ أحمد أهلا بيك. أهلا يا فندم، تحياتنا لحضرتك والقناة الزراعية والمصر والفلاحين بمناسبة عيد الفلاح اللي جه بمناسبة زعيم مصر الزعيم أحمد عرابي لما وقف وقال لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا والله لن نستعبد بعد اليوم. الحقيقة الإعلام الفلاح لم يجد إعلاما كاملا مصريا مثل ما يجد هذه الأيام، ولم يجد احتفالا كما هو الآن أو اهتماما كما هو الآن. الخريطة الانتخابية والبرنامج الانتخابي للسيد الرئيس انما اقامه بالكامل على التنميه الزراعيه، كما ان الدستور المصري قد اصدر بمواده عوده مصر الى طبيعتها والى الرياده كونها دوله زراعيه، وتعتبر ان الزراعه مصدرا رئيسيا. نحن كفلاحين الان نمر بافضل ايام تضع الدوله القواعد الثابته والاتجاه الصحيح للتنميه بشكل عام. هناك تنسيق كامل ما بين النقابة العامة للفلاحين ممثلة مجلس إدارتها وعلى رسوم الحاج أسامة الجحش مع السيد الدكتور عادل بلتاجي وزير الزراعة، وكان ذلك منذ فترة في الاحتفالات بعيد الفلاح، وأن السيد الوزير بدوري مع السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الدولة، وبلغنا بالأمس القريب أنه يوم الخميس القادم بمشيئة الرحمن بقاعة المؤتمرات الدولية سيشرف الفلاحين السيد رئيس الدولة احتفالا بيوم الفلاح كما هو محدد وكما هو منتظر. هو الفكرة ان الاحتفال اتأخر لترتيبات ولأداء قوانين كانت النقابة كانت طلبتها من الحكومة مرتبطة بالفلاح مرتبطة بالزراعة، ونحن في انتظار بشرة السيد الرئيس الفلاحين التي صرح بها السيد وزير الزراعة مشكورا، ونعد للقاء السيد الرئيس الاعداد الجيد والاستماع الجيد لما يقول. واحنا ما احناش ناسيين النقابه العامه للفلاحين، وان فلاحين مصر حينما اتت الفرصه بدعوه السيد الرئيس للشعب المصري ل 30 يونيو كان الفلاح على الطرقات على مستوى الجمهوريه، وكان الفلاح ايضا في نصره الدستور، وكان الفلاح في نصره زعيمه وقائده السيد رئيس الدوله السيد عبد الفتاح السيسي. وكما ان الريف المصري قد اختار وبجراه محسوبة له وللفلاحين رئيسا زعيما هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
نحن نؤيد السيد وزير الزراعه في خريطته وسياسته كونه ينتهج ما جاء بالدستور الذي وضعته النقابه العامه بالاتفاق مع الحاج ممدوح حماده. تمام. 18 ماده عادت لمصر هويتها. هو احتفالات احنا في احتفالات حضرتك مش من 9/9 ما قبل 9/9 لانه الاعلام شاركنا. احنا حزينا بس على وفاه المرحوم مصطفى حسين والمرحوم احمد رجب اللي هم فلاح كفر الهنادوه والناس الرموز اللي وقفوا معانا كاعلام. وبنشكر قناه الزراعيه والاعلام المصري لانه كل يوم في احتفال معانا وعرض القضايا والحمد لله ان المسؤولين النهارده ودي اقل حاجه يستحقها المزارع المصري. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد عبد الرحمن مستشار النقابه العامه للفلاحين.